غارة للتحالف تستهدف مواقع سرية لنشاط الطائرات المسيرة في صنعاء وتعزيزات إلى جبهة مأرب. أستراليا تصنف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية بجناحيه العسكري والسياسي وتعتبره تهديداً حقيقياً. غارة إسرائيلية على حمص توقع قتلى وإصابات وخسائر مادية. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا إلى هذه النشرة المفصلة تأتيكم من العربية. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ غارات استهدفت مواقع سرية لنشاط طائرات المسيرة في صنعاء، وأكد التحالف أنها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وطالب المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة. وكان التحالف أعلن عن وصول دعم لوجستي وتعزيزات إلى جبهة مأرب، فيما تكبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة على أكثر من جبهة. وفي تعز تمكنت القوات المشتركة من السيطرة على مواقع جديدة في الريف الغربي بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي. أما في مأرب والبيضاء فأعلن تحالف دعم الشرعية تنفيذ 17 استهدافا ضد الميليشيات خلال آخر 24 ساعة. حثت لجنة شؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي وزير الخارجية أنتوني بلينكن على ممارسة كل النفوذ المتاح لتأمين الإفراج عن موظفي السفارة الأمريكية المحتجزين في صنعاء. وأكدت اللجنة أن تصرفات ميليشيات الحوثي هي انتهاك واضح للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وشددت على أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تتسامح مع خرق لسيادة أراضيها. وأضافت أنه يجب الرد بقوة على هذه الاستفزازات لمنع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. في سقطرى أنشأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن منظومة متكاملة لمشاريع المياه تزود نحو 70,000 شخص من سكان الجزيرة. بعد معاناة استمرت لسنوات تدفقت المياه إلى منازل السقطريين عبر هذه الآبار التي أنشأها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتضخ كميات كبيرة من المياه عبر شبكة معقدة تحت الأرض تمتد لسبعة كيلومترات. تأثير بدأ تأثير إيجابي جدا من كنا نعاني، لأن كنا معانا على الآبر القديمة حقنا اللي الحكومي، كان الآبر قليل جدا ومسافتها برضو قليلة جدا، كانت تجمع مياه أقل. بعد تدخل البرنامج الحمد لله حصل هناك فارق، وحصل فارق كثير في تحسن الماء في المدينة. اليوم اللي يفتح فيها الحمد لله الناس تكتفي بشكل صحيح والحمد لله. مشاريع المياه في محافظة سقطرى تشمل بناء سدود وحواجز مائية لتستفيد الجزيرة من مياه أمطارها والسيول المتراكمة بجبالها للمرة الأولى، وهو ما يعد نقلة نوعية في مشاريع المياه في سقطرى. يقوم البرنامج السعودي بإنشاء مجموعة من الآبار وإنشاء خزانين للمياه وربط هذه الآبار بخزانات المياه، وأيضا الاستفادة من المياه الموسمية عبر مشروع الحواجز المائية. جميع هذه المشاريع تعمل كمنظومة واحدة ليتم إيصالها بشبكة مياه بطول تقريبا 7 كيلومتر. أكثر من 70,000 مستفيد من مشاريع المياه في سقطرى التي يقول عنها مسؤولو البرنامج أنها ليست آبارا فقط، بل هي سلسلة معقدة تمتد من السدود حتى داخل مدن سقطرى. من مختلف جبال سقطرى تتواجد خزانات المياه التي تستقبل مياه السيول والأمطار القادمة من مشروع الحواجز المائية التي قام ببنائها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. من ثم من هذه الجبال تنزل إلى الأنابيب المتواجدة تحت الأرض لينتهي بها المطاف إلى بيوت سكان سقطرى. عبد المحسن الحربي لقناتي العربية والحدث سقطرى. ساعة
صنفت أستراليا حزب الله اللبناني بشكل رسمي منظمة إرهابية، وقالت وزيرة الداخلية كارين أندروز إن التنظيم يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية، ويشكل تهديدا حقيقيا وموثوقا به لأستراليا. أفادت وسائل إعلام النظام السوري أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي في سماء حمص، وأضاف أن الهجوم استهدف بعض النقاط في المنطقة الوسطى وأسفر عن قتلى وإصابات، فيما لم يعلق الجيش الإسرائيلي حتى الآن على الهجوم. في مقابلة خاصة للعربية، أشار رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى أن حقن دماء الشباب كان أحد الأسباب الرئيسية للاتفاق السياسي الأخير، معتبرا أنه لا بديل للحل والحوار لمعالجة انسداد الأفق الداخلي وإنقاذ مكتسبات الثورة. عندما وقعنا هذا الاتفاق انبنى على ثوابت أساسية. خلينا نذكر بشكل مغتضب أربعة أشياء أساسية منها. الأول هو حقن الدماء، وأنا ذكرت كثير أن الدم السوداني غالي، عشان كده نحن توافقنا على المسألة دي. المسألة الثانية هي فك الانسداد الأفق الداخلي والخارجي بهذا الاتفاق. والشيء الثالث هو المحافظة على مكتسبات عزيزة وغالية جدا على الشعب السوداني تحققت في خلال السنتين الفاتت، لكن من ده كله برضو إمكانية فتح الطريق للتطور المدني الديمقراطي، عشان كده نحن مشينا لهذا الحل. وأنا في تقديري بالهداوة وبالعمل المشترك ما في بديل للحوار. ورأى حمدوك في المقابلة الخاصة للعربية أن ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية سنة ونصف، مطالبا القوى السياسية السودانية بأن تنفض الغبار عن نفسها واستعدادا طبعا للانتخابات. وأصلا باقي من عمر الفترة الانتقالية سنة ونص، خلونا نتوافق عليها ونوصل بلدنا للاستحقاق الرئيسي والأساسي واللي هو الانتخابات. هذه الهياكل سيادي، مجلس وزراء، مفوضيات إلى آخره، كلها ما فيها تفويض شعبي. خلينا نمشي للشعب السوداني ده ونخليه هو يحدد خياراته يعني. وباقي سنة ونص وخلي كل القوى السياسية دي تنفض الغبار عن روحها وترتبط بجماهيرها ونمشي للانتخابات، وده اللي بيفتح الطريق لتأسيس لديمقراطية مستدامة. أفادت مراسلة العربية بموافقة قيادات من المكون المدني في السودان على الاتفاق السياسي بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وقالت مراسلة العربية أن وفدا من قيادات المجلس المركزي للحرية والتغيير وأحد عشر حزبا اجتمعوا مع حمدوك وقرروا دعم الاتفاق السياسي. أهلا بكم من جديد. من المتوقع أن تبدأ اليوم في فيينا اجتماعات محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة التزامات إيران بالبرنامج النووي. اجتماعات الوكالة تأتي بعد زيارة قام بها إلى طهران أمينها العام رافائيل غروسي، وقبل أيام من استئناف المفاوضات النووية في فيينا. مندوب السعودية الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان أكد على أهمية عدم المزج بين التزامات إيران والمحادثات السياسية.
بما في ذلك الإجراءات التعسفية التي تمارسها طهران على مفتشي الوكالة، وطالب بالتصدي لما وصفها بسياسة إيران المثيرة للقلق والقائمة على استغلال برنامجها النووي لابتزاز المجتمع الدولي، مشددا على أهمية اتخاذ موقف أكثر صرامة من قبل أعضاء مجلس محافظي الوكالة لحل تلك القضايا واستعادة قدرة الوكالة للقيام بأعمالها. كما طالب إيران بالامتثال الكامل لاتفاق الضمانات والعودة عن التصعيدات اتساقا مع مطالبات المجتمع الدولي خلال استئناف محادثات فيينا. اتهام علني لأول مرة وجهته إسرائيل لإيران بالوقوف وراء هجمات ضد أهداف بحرية، وفق تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس، والذي كشف عن أن الهجمات الإيرانية تنطلق من قواعد في منطقة جبهار قرب الحدود مع باكستان، وأيضا من جزيرة قشم جنوب إيران، مشيرا إلى أن الهجمات تتم بطائرات مسيرة متطورة تهدد أمن الملاحة الدولية، كما تشن من خلالها هجماتها العدوانية وفق غانتس. من جانبه كشف رئيس الوزراء نفتالي بنت عن توجه بلاده لتصعيد المواجهة مع إيران، وستذهب إلى العنوان مباشرة ولن تكتفي بضرب الوكلاء بحسب وصفه. قبل أيام من تجدد المفاوضات بين إيران والدول الغربية، تعززت الخلافات الإسرائيلية الأمريكية وأخذت شكلا علنيا. رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن أن إسرائيل ستواصل استهداف إيران ولن تكون جزءا من الاتفاق النووي معها. نحن مقبلون على مرحلة معقدة وقد نواجه خلافا مع خير أصدقائنا، ولن تكون المرة الأولى. حتى إن تمت العودة للاتفاق النووي فإن إسرائيل لن تكون طرفا فيه ولن يلزمها. لن نكرر الخطأ الذي ارتكبناه عام 2015. كلام بنت بدا موجها للإدارة الأمريكية بعد تسريب أمريكي للإعلام أن واشنطن حذرت تل أبيب من استمرار استهداف المنشآت النووية الإيرانية، واعتبرت أن هذا الجهد فشل في تعطيل المشروع النووي الإيراني، وباتت إيران أقرب للقنبلة النووية. المفارقة أن بنت يدرك بأن المستوى الأمني يفضل العودة للاتفاق النووي من الوضع الراهن الذي باتت فيه إيران على عتبة القدرة النووية، تبعد أسابيع عن القيام بتخصيب أعلى من 90% لليورانيوم لصناعة القنبلة، وأقل من سنتين لتركيب رأس حربي نووي، لكن الخوف من انتقادات المعارضة ونتنياهو تحكم بجزء من تصريحات بنت والوزراء. إيران تطور قدرات غير معلنة تجعل التعزيز أشمل وأكثر تنوعا. في فبراير 2018 أرسلت مسيرة من نوع شاهد 141 من مطار التيفور في سوريا، تحمل متفجرات لنقلها إلى الضفة الغربية وتستهدف المسيرات الملاحة البحرية من قاعدتين. وفق التقديرات الإسرائيلية فإن إيران باتت تملك 11 ضعف الكمية المسموح بها في اتفاق 2015 من اليورانيوم المخصب، بما في ذلك إلى 20 و60%، وأن إدارة بايدن معنية بالعودة للاتفاق بأي ثمن تقريبا، ولا تضع أي خيار عسكري على الطاولة. حتى وإن اجتهدت إسرائيل في القول إن الخلاف مع واشنطن لا يفسد للود قضية، فإن الخلافات حول إيران جوهرية بين الجانبين، ويقول الإسرائيليون إن الدبلوماسية بالنسبة لإدارة بايدن هي عقيدة وليست فقط أداة عمل في مواجهة إيران على وجه التحديد. زياد حلبي، العربية، القدس الغربية. رفض حميد نوري القاضي الإيراني الاتهامات الموجهة له بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واتهم المحكمة السويدية بإهانة الخميني والرئيس الإيراني. هذا وشهد أكثر من 50 شخصا ضد نوري في القضية التي انطلقت في ستوكهولم في أغسطس الماضي. 10 منهم أكدوا مشاهدتهم لنوري شخصيا أثناء الإعدامات يسوق السجناء إلى المشانق. لأشهر انتظر أهالي ضحايا إعدامات العام 88 في إيران أمام محكمة ستوكهولم أن يتحدث حميد نوري القاضي الإيراني الذي كان نائب مسؤول السجن كوهردشت، حيث أعدم أبنائهم ودفنوا في مقابر جماعية مجهولة المكان.
ولكن خلف هذا الباب داخل تلك القاعة الممنوع فيها التصوير جلس نوري أمام قضاة المحكمة السويدية لينفي كل التهم الموجهة إليه وينكر حتى أنه كان موجودا في ذلك السجن واصفا المحاكمة بأنها خيالية وفارغة. ورغم نفيه هذا فإن شهود الناجين من تلك الإعدامات لم يتفاجأوا. أنا أعرف طبيعة الرجل، لذا لم أتفاجأ بأنه نفى كل شيء وقد دافع حتى عن أكبر إرهابي في التاريخ وهو قاسم سليماني وعن المعروف باسم جزار طهران. لذلك شخص يدافع عن هذين الرجلين يؤكد أنه مثلهما. في البداية قال أنه سيكشف عن أسرار، ولكنه لم يقل أي شيء جديد، فقط أراد إظهار نفسه على أنه رجل جيد، وبالطبع هذا ليس صحيحا. أنا شاهدته كان يوزع الحلوى في ردهة الموت وكان يحتفل بإعدام السجناء. ساعات قضاها نوري يتحدث شخصيا داخل المحكمة مدافعا عن نفسه ومحاولا أن يرسم صورة مسؤول كان يساعد السجناء لا المسؤول الذي كان يقودهم إلى المشانق كما يتهمه الادعاء والناجون وأهالي الضحايا. في اليوم الأول من شهادته بدا حميد نوري واثقا من براءته، ولكن حتى الآن 10 شهود من أصل 50 جمعتهم هذه المحكمة يؤكدون أنهم شاهدوه داخل سجن جوهلدشت يسوق السجناء لإعدامهم ثم يحتفل. في الأيام المقبلة ستستجوب المدعية العامة حميد نوري وستواجهه بالأدلة التي جمعتها طوال العامين الماضيين. راغدة بهنام، العربية، ستوكهولم. اجتمعت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ووزير النقل الكندي عمر الغبرة وعدد من النواب بعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية، مشددين على التزام كندا الصارم بالسعي لتحقيق الشفافية والمساءلة والعدالة من إيران. الاجتماع جاء بعد يوم من إعلان طهران أنها تحاكم 10 متهمين. محكمة صورية واستعراضية، هذا هو رد أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية في كندا حول ما أعلنته إيران إنها بدأت بمحاكمة 10 متهمين متورطين بإسقاط الطائرة. نحن نعلم ومنذ البداية والآن وفي المستقبل أنه لا عدالة ستأتي من هذه المحكمة، لكن لا خيار لنا إذا أردنا الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية، عليها أن تكمل هذه المحاكمة. 103 عائلات رفعوا دعوى قضائية مؤلفة من 24,000 ورقة اتهموا فيها كل من المرشد الأعلى علي خامنئي بصفته صاحب القرار الأول في إيران وقائد الحرس أمير حاجي زادة وآخرين من قادة الحرس. This court case in Iran was formed because of the complainants of the many families of the victims. هذه المحاكمة جاءت بعد شكاوى القضائية التي رفعتها الأسر، لكنها فقط حدث استعراضي. النظام لا يبحث عن العدالة لأنهم هم من قتلوا هؤلاء الأبرياء. العدالة الحقيقية ستكون من خلال ملاحقتهم في المحاكم الكندية والدولية. أسر الضحايا أكدوا أن المتهمين الذين مثلوا في المحكمة هم جنود فقط، لا يملكون أي سلطة في اتخاذ قرار بإسقاط الطائرة. أنا قدمت الشكوى ضد علي خامنئي لأنه قائد جميع القوات العسكرية في البلاد وهو المسؤول الأساسي وهو من يجب أن يحضر المحكمة. أهالي الضحايا احتجوا أمام المحكمة العسكرية في طهران مرددين هتافات يسقط خامنئي وتسقط جمهوريته الإسلامية. تعتقد عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية أن هذه المحكمة هي الخطوة الأولى لنقل قضيتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم على يقين أن العدالة لن تتحقق في إيران. من داخل المركز الدولي لحقوق الإنسان في تورنتو، رفاه السعد، العربية. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نات برايس إن الممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان توم ويست سيزور الدوحة الأسبوع المقبل لعقد اجتماعات تستمر 2 أسبوع مع زعماء حركة طالبان. وقال برايس إن الجانبين سيناقشان مصالح أمريكا الوطنية الحيوية فيما يتصل بأفغانستان، هذا بالفعل يشمل مكافحة الإرهاب والمرور الآمن للمواطنين الأمريكيين والأفغان والمساعدات الإنسانية والوضع الاقتصادي.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده لا تزال تواجه تحديات اقتصادية، مشيرا في كلمة بشأن الاقتصاد وتخفيض الأسعار إلى اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع أسعار الوقود. But we still face challenges in our economy. ما زلنا نواجه تحديات في الاقتصاد الأمريكي رغم نجاحنا في السيطرة على أزمة سلاسل التوريد. أسعار الوقود العالية أزمة عالمية وسنجتازها. لقد اتخذت إجراءات للحد من ارتفاع أسعار الوقود، لكن هذه الإجراءات التي اتخذناها لن تساعد في حل أزمة أسعار النفط بشكل فوري. سجلت الليرة التركية تراجعاً كبيراً هو الأكبر منذ عقدين على الأقل، ووصلت لمستوى 13 مقابل الدولار قبل أن تتحسن بشكل طفيف، بينما كان الرئيس التركي الذي يصر على خفض سعر الفائدة يتحدث عن ضغوط تتعرض لها بلاده، واعتبر ما يجري حرب تحرير سينتصر فيها، بينما انتقدت المعارضة هذه التصريحات. تراجع جديد لليرة التركية أمام العملات الأجنبية، تراجع هو الأسوأ لها منذ عقود. حتى ساعة إعداد هذا التقرير تجاوز سعرها 12.5 ليرات أمام الدولار. في خضم هذا التراجع الكبير، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أن بلاده تتعرض لضغوط اقتصادية، وشبه ما يحدث بحرب التحرير متعهدا بالنصر فيها. رأينا اللعبة نفسها في العديد من الأحداث الدولية وفي العديد من المنصات، وخرجنا من كل صراع دخلناه بموقف قوي، كما أخرجنا بلادنا من كل هذه الأفخاخ والمشاكل. بعون الله وعون أمتنا سنخرج منتصرين من حرب التحرير الاقتصادية هذه. تصريحات أردوغان لم ترضي معارضيه، لا سيما أنه توعد مجددا بمكافحة الفائدة المرتفعة، وهو ما أثار انتقادات شتى له، لا سيما من حلفائه السابقين. في الوقت الحالي لا توجد حرب تحريرية اقتصادية في بلادنا، هناك ليرة تركية انخفضت قيمتها وتركيا فقدت مصداقيتها في أيدي الإدارة السيئة. معارضو الرئيس التركي يرون أن انفراده بالقرارات، لا سيما بعد تطبيق النظام الرئاسي الذي أعطاه سلطة واسعة، يؤدي إلى انتكاسات اقتصادية كبيرة ظهرت جليا بعد تطبيق هذا النظام بدلا من النظام البرلماني. الرئيس رجب طيب أردوغان في دفاعه عن النظام الرئاسي قال إنه إذا تحولت تركيا إلى النظام الرئاسي فسيقوم بتعديل نظام الفائدة وسيقوم بترتيب النظام الاقتصادي، وأننا لن نعيش أي مشاكل في هذا المجال، ولكننا نرى أن هذه الأشياء لم تحدث، لأن تخفيض الفائدة هو ليس قرارا يأخذه شخص واحد. رغم الانخفاض الكبير في سعر الليرة وارتفاع التضخم بشكل متزايد، ما زال أردوغان على يقين بأن العام القادم سيشهد تحسنا كبيرا في الاقتصاد، لكن معارضيه يرون أن سياساته لن تصلح الاقتصاد ولن تعيد عجلته إلى الدوران مجددا. زيدان زنجلو، العربية، إسطنبول. المهاجرون على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا يواجهون أول عاصفة ثلجية في ظل ظروف إنسانية مأساوية. باحثون عن دفء وطن أدمى قلوبهم برد الثلوج. على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا يوزع أكثر من 4000 لاجئ أنفسهم ويحاولون الاحتماء من البرد القارص بما توفر من سبل. من سقف الصمت يتدلى أنين المحتجزين، 13 مهاجراً لقوا حتفهم هنا، والآخرون يعانون من قلة الطعام والماء. حال إنساني بدا كارثي، ووصفته الأمم المتحدة بالمريع. ولحين التوصل لاتفاق بين دول كبرى تتصارع في لعبة الحدود، يبقى المشهد قاتما يعكس معاناة إنسانية حقيقية لأشخاص هاربين من واقع ربما يكون أشد قسوة. سجلت كوريا الجنوبية رقما قياسيا جديدا قدره 4116 إصابة بفيروس كورونا، في الوقت الذي تسعى سول جاهدة لاحتواء نسبة الارتفاع في الحالات الخطيرة التي تتطلب الاستشفاء من المرض.
مع اقتراب جبهة تيغراي من العاصمة أديس أبابا وتصاعد المعارك، أعلنت الأمم المتحدة إجلاء عائلات موظفيها من إثيوبيا. هذا فيما حذر المبعوث الأمريكي إلى منطقة القرن الإفريقي جيفري فيلتمان من تعرض الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة في إثيوبيا للخطر بسبب التصعيد العسكري. وأضاف فيلتمان أنه يوجد تقدم نحو التوصل لحل دبلوماسي بين الحكومة وجبهة تحرير تيغراي، إلا أن التطورات المقلقة على الأرض قد تقوض هذا التقدم. الوضع الميداني في إثيوبيا لا يهدأ، تطورات متلاحقة في الجبهات، كان آخرها اقتراب قوات جبهة تحرير شعب تيغراي من السيطرة على مدينة دبر برهان على بعد 130 كيلومترا من العاصمة أديس أبابا. وقبلها بأيام كانت قد سيطرت على بلدة شيوا روبت الواقع على بعد حوالي 220 كيلومترا من أديس أبابا. كما أكدت جبهة تحرير تيغراي مواصلة تقدمها أكثر باتجاه عاصمة الإقليم، في وقت قرر فيه رئيس الوزراء أبي أحمد أنه سيتوجه بنفسه إلى الجبهة لقيادة جنوده الذين يقاتلون المتمردين. العنف الدائر في إثيوبيا يوشك أن يدخلها في عزلة دولية في ظل التحذيرات من مغبة الصراع. الاتحاد الأفريقي اعتبر أن النزاع الحالي من شأنه تقويض الاتحاد والقارة وأدان استخدام القوة في الصراع الدائر، كما حذرت الولايات المتحدة من الطيران في الأجواء الإثيوبية. براً لاقى رفض الحكومة وصول المساعدات الإنسانية إلى تيغراي استنكاراً واسعاً رغم النداءات المتكررة بعدم تعطيلها. وهكذا يستعر القتال بين الحكومة بقيادة أبي أحمد بن جهة وأعدائه الذين قرروا أن يكونوا جبهة واحدة ضده، دون استجابة أي طرف حتى الآن لمحاولات التهدئة الرامية لإيجاد حل يوقف التصعيد وتداعياته على المدنيين. بعد الإعلان الأمريكي عن سحب 50 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية بالتنسيق مع دول أخرى، أفادت الهند أنها ستفرج عن 5 ملايين برميل، فيما قالت بريطانيا أنها ستسمح بالإفراج الطوعي عن 1,500,000 برميل من الاحتياطات المملوكة للقطاع الخاص. في خطوة متوقعة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه أمر بسحب 50 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية بالتنسيق مع دول أخرى للتخفيف من ارتفاع أسعار الوقود التي تضاعفت خلال فترة عام. وفي التفاصيل، ستوفر وزارة الطاقة الأمريكية 32 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية خلال الأشهر المقبلة ليتم إعادة هذه الكمية إلى الاحتياطي خلال فترة عام. أما الكمية المتبقية أي 18 مليون برميل فستكون جزءا من برنامج أقره الكونغرس سابقا لبيع النفط. القرار يأتي بعد أسابيع من المفاوضات الدبلوماسية وسيتم اتخاذه بالتنسيق مع دول أخرى من بينها الهند واليابان والصين وجمهورية كوريا وبريطانيا. هذا وكانت أوبيك بلس قد أعلنت أن السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية غير مبرر نظراً لوضع السوق الحالي، وحذرت أوبيك بلس من إعادة النظر بقرار زيادة الإمدادات ب 400,000 برميل يومياً بشكل شهري بحسب اتفاقها السابق إذا تم السحب من الاحتياطيات، علماً أن اجتماعها المقبل سيكون في 2 ديسمبر. يشار إلى أن هذه المرة الأولى التي تنسق فيها الولايات المتحدة عملية سحب من الاحتياطي مع الهند والصين اللتين لا تتمتعان بعضوية كاملة في وكالة الطاقة الدولية، وإنما يمكنهما المشاركة في الاجتماعات وفرق العمل دون دعوة مسبقة. لكن ما هو دور وكالة الطاقة الدولية في الاحتياطيات الاستراتيجية الوطنية؟ تساهم وكالة الطاقة في تنسيق السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية للدول الأعضاء وتوفر بيانات عن مستويات المخزونات، ومن بين شروط العضوية لوكالة الطاقة الدولية الاحتفاظ باحتياطيات استراتيجية كافية لاستهلاك 90 يوماً. مايا جريديني، العربية.